مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في انا والناس. وزي ما قلت لكم النهارده هنتكلم عن العنف ضد المراه. والحقيقه يعني احنا عندنا في مصر يعني كل الظواهر. يقول لك العنف ضد المراه ده عباره عن ايه؟ زواج مبكر موجود، تحرش موجود، عنف في البيوت موجود، عايزين ايه موجود، الحمد لله كله عندنا. اول فقره عندي هنتكلم عن الزواج المبكر. وزي ما قلت لكم الزواج المبكر في مصر نوعين. اول نوع بيجوزوهم عادي جدا سترة للبنت، هم بيجوزوها قريبها جارها حد تقدم لها جواز فعلا حقيقي وعايزينهم يعيشوا ويكملوا ويخلفوا، وده موجود في قرى او معظم القرى والصعيد عندنا في مصر. بيجوزوا البنت عشان تتستر. طب البنت اللي بتتستر دي، الطفله اللي بتتستر دي عندها كام سنه؟ 14 15 صغيره لسه. ما ينفعش، انا ده مش جواز، ده اغتصاب، ده ما يتسماش جواز ابدا. حتى لو هتتجوز واحد صغير برضو ده اغتصاب ليه هو كمان، هو كمان مش فاهم. فان احنا ننتهك حياتهم بالشكل ده، نفسيا هما بيكونوا عاملين ازاي، جسديا بيتضروا قد ايه، ده اللي هنعرفه النهارده. والحقيقه انا كلامي النهارده لكل الستات اللي قاعدين والرجاله اكيد اللي بيتفرجوا علينا في جميع القرى وصعيد مصر، ارجوكم اسمعونا الحلقه دي ارجوكم، لان دي ظاهره موجوده وخاصه في الاماكن اللي انتم موجودين فيها. تاني نوع من الزواج المبكر وهي البنت اللي بتتباع، بتتباع لراجل غني كبير في السن عايز يتمتع شويه، فبيروح ياخد له واحده صغيره في السن وفقيره جدا وبيتجوزها عرفي طبعا مش شرعي، وبيدي لهم اي حاجه. وهي اصلا ما ينفعش تتجوز شرعي لان هي لسه ما كملتش السن القانوني، وبيدي لاهلها اي حاجه ويتجوزها شويه يتبسط وبعد كده بيطلقها. وبعد كده بقى تكمل تكمل تكمل، ومش عايزه اقول اسم المنطقه اللي بتعمل كده في مصر، لانه وعملنا على فكره قبل كده عنها تقرير كبير ورحنا وقعدنا معاهم، ولكن برضو انا مش حابه النهارده اقول اسمهم. طيب انا برحب بضيوفي منوريني النهارده في الاستوديو، جهاد سعد المصور الفوتوغرافي. ازيك يا جهاد؟ عامل ايه؟ جهاد يا جماعه عامل بقى ايه؟ هو مصور وفنان، فبيجيب ظاهره مش عاجباه في المجتمع وبيقوم عامل ملخص عنها كده عن طريق صور عشان يفهم الناس. دايما الفن بيكون اقصر طريق لقلب الناس، فلو عايز تفهم يفهمك اي معلومه يخش قلبك كده بيكون عن طريق الفن. هو صور شويه صور لجهاد برضو عندها 17 سنه. ازيك يا جهاد؟ ازاي عامله ايه؟ الحمد لله. جهاد لبست عروسه وما حطتش ميك اب خالص، ومثلت ان هي بتتجوز وهي صغيره على الجواز. هنشوف الصور مع بعض. وكمان برحب بضيفي الاستاذ احمد حمدي مسؤول الشباب والبرامج في الجمعيه المصريه لتنظيم الاسره. ازيك يا استاذ احمد؟ انا وسهلا بحضرتك. استاذ احمد يا جماعه يا عيني الراجل نزل قرى كتير ونزل محافظات كتير وحاول يوعي الناس ويقعد مع الاسر، وعنده كمان مرشده اجتماعيه او بتسموها ايه؟ مثقفين اقران شباب بيبداوا ولاد لا البنات اللي بتخش جوه البيوت، لان البيوت دي بتبقى محافظه جدا. جزء من البرامج بتاعتنا بتستهدف الرائدات الريفيه. ايوه الرائدات الريفيات. ودي بتكون من قلب البلد نفسها. بتخش البيوت عشان خاطر توعي الناس وتفهمهم ان الزواج المبكر ده حاجه غلط جدا وبتاذي بناتهم اذيه كبيره قوي. منوريني يا جماعه. طيب قول لي يا جهاد بقى، انت يعني انت ايه اللي خلاك ان انت تهتم بموضوع زواج القاصرات وتجيب جهاد وتصور السيشن اللي انت عملته ده؟ هو اللي انا خلاني اهتم بزواج القاصرات ان الفتره الاخيره حصلت بروباجندا كذا مره، يعني عن بنات بتتجوز تمام، وعلى السوشيال ميديا والتلفزيون بيجيبهم فرحان بيهم كمان، لا ما عندهمش مشكله. هي في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت ظهر كذا عريس وعروسه صغيرين قوي في السن، وكان في منهم مخطوبين كمان لسه ما اتجوزوش، بس الموضوع كان فج فعلا جدا. بس هي الناس ما كانتش مبسوطه بيهم على السوشيال ميديا، الناس كانت بتهاجمهم. لا ما هو بس هم عملوا لهم بروباجندا. بالظبط، ده غلط اللي انتوا بتعملوه، ده غلط، ما ينفعش اصلا حاجه زي دي تظهر تمام. فانا بقى حبيت احاربها بقى، اقول لهم ايه اللي بيحصل بعد كده في زواج القاصرات. حبيت اوري لهم طبعا هشوفوا ده في الصور ان شاء الله يعني. حبيت اوري لهم ده تمام. بصوا احنا بيحصل ايه، انتوا بتموتوا بنتكم يعني بحاجه. هو انت متخيل هم مش فاهمين بيحصل ايه؟ اللي هي مامتها يعني اللي بتجوزها دي ما اتجوزتش قبل كده، واتجوزت برضه وهي في سنها وعانت نفس المعاناه، وبعدين بتخلي بنتها تعيد الكره مره ثانيه وتعاني من نفس المعاناه. ما هو اختلاف العصور بقى يعني. هي اتجوزت وهي زمان جدا طبعا ما كانش فيه وعي فكري تمام. فانا بستخدم الوعي الفكري دلوقتي تمام. اللي عايز اقول لا اقفوا ما ينفعش. فحبيت اعمل الموضوع ده. اهو يا جماعه الفوتو سيشن موجود قدامنا، جهاد وهي لابسه عروسه ومستنيه العريس بقى يدخل عليها. ده هنا ما انت قلت انها ماتت. انا هنا لا، هي ما ماتتش، فرقت الحياه. اللي انا اقصد بالصوره هنا ما فرقتش الحياه، هي ماتت كطفله. طفولتها ماتت بالظبط يعني. بس انا عايزه اقول لك ان في بيتعرضوا للموت فعلا. اكيد يعني لو حملت
في منهم بالزبط. بيموتوا ويعني هنا بقى برضو الصوره دي مؤثره قوي. دي هنا بقى بعد ما خد حقوق الزوجيه يعني، فانا بقصد بيها كده، فخلاص هي وصلت لمرحله اللي هي بتنهار. هي منهاره هنا. انت عايز يعني الناس الاهالي لما يشوفوا الصور دي يتاثروا بيها ويحسوا ان احنا ما نعملش في بناتنا كده. بالظبط. هنا دي العكاز يعني اللي هو اللي هو راجل عجوز. انا اقصد بيها ان هو راجل عجوز، راجل كبير. وهي طفله. طب انت ازاي جهاد اديتي رياكشنات دي؟ هو اول حاجه انا بحب التمثيل، فحاولت اجمع التمثيل في الصور دي اول حاجه. ثانيا بقى جهاد ورا الكاميرا كان بيديني كميه بوش بقى وسبورت وكلام، وانا عايز مشاعر كذا، انا عايزك تحسي ان الراجل ده جاي يقتلك. وجهي رساله للمجتمع، قولي له ان انتوا بتقتلوني، انتوا بتضيعوا براءتي. ومش شرط بس ان هي تبقى صغيره وبتتجوز، هي حتى لو كبيره بس مجبره على الجوازه دي، مش حابه العريس ده، مجرد فلوس، مجرد شهوه، مجرد اي مصلحه بتقتل. بس فكان كلامه بيساعدني جدا يعني. بس وبقى والدك ووالدتك كانوا موافقين على الفوتو سيشن؟ جدا، لان هما والدي ووالدتي من الناس اللي لا يعني الجواز ده يبقى اخر اولوياتك اصلا. دراستك اهم حاجه، شغلك هو اللي هيسندك، لكن الجواز ده مجرد حاجه والله ربنا كتبها خلاص، ما كتبهاش انت حره. بس هما كانوا موافقين على فكره الموضوع بتاع السيشن نفسه يعني؟ احنا انا اصلا عايشه في قريه. اصلا انت عايشه في قريه؟ انا عايشه في قريه اصلا، كفر الحمام في الزقازيق. فعلا والله مخصوص من الشرقيه. دي مفاجاه، دي مفاجاه. يعني انت اصلا من قريه؟ أيوة. والقريه اللي انت عايشه فيها بيجوزوا البنات أيوة بدري يعني، يا دوبك تاخد اعداديه مش عارف ايه، وتتطلق بدري بدري، وتترمي بعيالها. ليكي اصحاب عانوا المعاناه دي؟ مش اصحاب قوي يعني، بس جيراني. ولقيتي ايه بقى؟ بتلاحظي ايه في بلاحظ ان ممكن تكون البنت فرحانه بالفستان، فرحانه بالدبلتين، بس في الاول وفي الاخر بتعيش حياه قاسيه جدا 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 جدا. طفله بتربي طفل، ممكن تخلف بيبي مش عارفه تربيه اساسا، دي اول حاجه. بيبي بيربي بيبي. في بقى اللي تبقى مجبوره على الجواز. يعني بتبقى حاجه صعبه قوي قوي قوي. إيه